مستمعينا اهلا بكم، اسعد في عدد هذا اليوم من ضيف الصباح باستضافه معالي وزير الصناعه والمناجم السيد فرحات ايت علي. معالي الوزير صباح الخير وشكرا لقبول الدعوه. صباح الخير، شكرا لكم على الدعوه وصباح الخير لكل المستمعين. سيد الوزير، اقترح اعلنتم عن دفتر شروط الجديد الخاص بتركيب السيارات في الجزائر الذي يقترح نسبه ادماج تصل الى 30%، لماذا هذه النسبه وما هي الاهداف المرجوه منه؟ أولا ليس دفتر شروط خاص بتركيب السيارات، بل دفتر شروط من شأنه أن يبعث صناعة سيارات من اندوستري أوتوموبيل، لأنه في اليوم الأول كان الكلام على دفتر شروط للصناعات الميكانيكية، يعني صناعات سيارات ماهيش تركيب السيارات، لأنه تركيب السيارات في حد ذاته لا يوحي بأنه سيبعث صناعة. أكيد الجماعة حاولت يعني تقنع الناس أنه التركيب هو مرحلة أولية للدخول في عالم الإدماج، ولكن صناعيا لوجيك اندستريال تركيب السيارات خاصة لما يكون بعدة علامات وعدة موديلات، يعني تقريبا لأنه كان نحسب كل العلامات المقبولة والموديل اللي قبلهم منهم رانا تقريبا 60 موديل نتاع سيارات، هذا ما هوش من شأنه أنه يبعث صناعة سيارات في الجزائر وأي صناعة ميكانيكية. الانتجراسيون نسوفي با سور دون لا ديسبرسيون، الإدماج يندر كيما بجمع يعني جمع الأهداف. يعني أي بلد كان حاول يبعث صناعة ميكانيكية من العدم، نقدر نقوله من العدم فيما يخص يعني صناعة السيارات، بدأ يعني افيك اون سوسيتي، شركه محليه بالشراكه مع اجانب كما ايران ولا فلسطينات ولا تركيا، من بعد يقلعوا يعني نسبة الإدماج كانت تزيد على مدى طويل مش مع كل المصنعين. أما بعد التسعينيات كاين نوتر فورميل، كاين بعض المصنعين يروا أنه في بعض البلدان فيه ديزافونتاج كومباراتيف، يعني فيه امتيازات خير من بلدان أخرين اللي بعث نشاط للسيارات، يعني نشاط رأس مالي لأنه اليد العاملة تلقاها مؤهلة ولكن غير مكلفة، سيسكو نابل دي لوكاليزاسيون، فيه بعض الامتيازات الجبائية بعض الامتيازات الجمركية بحكم أن البلد هذاك عنده ومعاهم نقولوا دي زاكور دو ليبريشونج اتفاقيات يعني تبادل حر، راحوا استثمروا في هذيك البلدان مش يعني بإعاز من هذيك البلدان، ولكن بوفق رؤية وأهداف رؤية عند الطرفين، يعني أهداف الطرفين يتمشوا مع بعضهم. لقاو روحهم افيك اون فيزين اوتوموبيل، ولكن أن بلاد تحاول بكل الوسائل أنها تبعث صناعة سيارات ولكن على حساب اقتصادها وعلى حساب يعني خزينتها. تقصد القول أنه لم تكن هناك رؤية واضحة عندما تم بعث لم تكن صناعة سيارات؟ لم تكن رؤية، وحتى يعني اختيار الشريك الأول اللي هو رونو الفرنسي، يا ترى يعني تقبل منطقيا انه تختار شريك عنده نفس الاستثمار على بعد يعني تقريبا 300 كيلومتر من الحدود الغربيه نتاعك؟ يا ترى تفكر منطقيا انه هذا المستثمر اللي استثمر يعني في نفس الموديلات تقريبا يعني لوغان وكذا في المغرب الشقيق راح يبعث استثمار ثاني بنفس الحجم يعني وبنفس الاهداف، هو اصلا راهي شركه راس مالية هذه اصلا ما همش يسيروا هنا فيها ناس عباتيين ولا مهابيل. ما يقدرش يبعث نفس الاستثمارات يعني على بعد 300 كيلومتر هذا من هذا، سي دو جامي فيو، يعني حتى في اوروبا نفس الموديلات يعني في نفس المصانع بنفس الحجم على بعد 300 كيلو هذه ما كانش. دونك الناس اللي راح تتفاوض معاه هذا بالضبط يلزم هي تحدد لنا اليوم على اي اساس واي معطيات راح تخيرت هذا ومش واحد اخر، يعني وكانوا يبين كونكورونس كان شفنا مع اليابانيين هذاك الوقت مع تويوتا ولا ميتسوبيشي ولا دوك، ما نقولش هذا الماركات على سبيل المثال، مع الصينيين يعني مع الهند على خيرت هذو بالضبط. هذاك الاهداف الحقيقيه وراء هذا الشيء الله اعلم، ولكن ماهوش هدف بعث صناعه. من بعد تلقمت عليهم طموحات ومشاريع اخرى، سميها واش تسميها، ولكن ليست بمشاريع صناعيه يعني بمعنى الكلمه. حتى الان نقدروا نثبتوا انه بعض المشاريع مشاريع وهميه اصلا حتى تجاريه يعني يعني بالتعريف المتعارف عليه دوليا للتجاره، سي تو سامبلومون دي سوبر جوري
ما هو توجهكم الآن سيد الوزير في ظل الغموض حول مسألة دائما السيارات؟ هذا دفتر الأعمال يفرض على الناس أنهم إذا كانت نيتهم في التصنيع هاي يعني شروط التصنيع المتعارف عليها دوليا، إذا باغي تدير مصنع شروطات تنون التوجه إلى صناعة وطنية مدمجة. نعم باش نتفاهموا، إذا ما كانش انسان يجاوب لهذا دفتر الاعباء بيرسون ني بري اكسبتي سو كاي تشارج، ما الحكومه الجزائريه مش ولا بد تبعث صناعه سيارات يعني بسيف ولو على حساب الاقتصاد الوطني. اكيد هناك قطاعات في ظل التوجه الجديد، تقصدون رئيس الجمهوريه شدد على ضروره انعاش القطاع الاقتصادي، الانعاش الاقتصادي لا يقتصر على صناعه السيارات ولكن تحديد الاستثمارات في القطاعات التي تحقق الارباح. هي بالضبط الاستثمارات اللي تبدا من تحويل المواد الخام المحليه. هذا هو مشروع يعني الصناعات التحويلية هي اللي تعطي لك نسبة إدماج يعني كبيرة في بداية المطاف. احنا فيما يخص هذا الفولي باش نغلقوا هذا ما يسمى بصناعة السيارات يعني عنوة في الجزائر، قلنا دفتر الأعباء هذا يستفي شروط أي تصنيع وأي مصنع جدي، يعني أي واحد عنده نية أنه يخلق مصنع يعني سيارات في الجزائر ولا في أي بلد آخر في العالم، هذه الشروط يعني الموضوعية والتطبيقية. أما صناعة حقيقية وإما أنه الشركات الكبرى في العالم ما عندهاش النية أنها تستثمر في الجزائر، اون فا با لي رامني اتوبري، ماشي نخلص لك نخلص لك نخلص لك في الشروط حتى نتولي يعني تصنيع وهمي على اساس انه سياسيا نقول عندي صناعه سيارات في الجزائر. ولكن في هذه المرحله من اجل اشباع السوق ونلاحظ انه هناك ضغط كبير في سوق السيارات في ظل الحديث عن السيارات، والله شيء غريب انه نتكلم على ضغط كبير في سوق السيارات في عز الازمه الاقتصاديه، متعارف عليه دوليا انه لما تكون ازمه ماليه ولا اقتصادية في أي بلد في العالم يعني تتقلص كل الأسواق، وفي الجزائر بالفعل يعني راح نشوفوا العجلة الاقتصادية بعد 2014 بدأت تتقلص تدريجيا إلى حتى 2019 كان بزاف يعني الشعب اللي تقلص حجم الأعمال نتاعها لأنه المجتمع ما عادش عنده إمكانيات مادية باش يشري ولا باش يصرف في هذا الكهرو منزليات ولا حتى في الألبسة نقص الشيء. لحقنا للسيارات يقول لك ضغط ضغط على السوق لأنه أولا المضاربين معروفين في الجزائر. أعلنتم عن إلغاء الإحفاءات الجمركية الخاصة بتركيب السيارات، إلغاء الإعفاءات الجمركية خاصة بتركيب السيارات. هناك من فهم هذا الإلغاء على أنه إلغاء لهذا النوع من الأنشطة، هذا أولا ماهيش نشاط صناعي، وثانيا يعني الإعفاءات الجمركية بصفة عامة يعني هي اللي تولد المبالغة في الفوترة. هذا الإجرام الاقتصادي هذا مرتبط مباشرة بالتعريفات الجمركية القريبة للصفر أو اللي مع الصفر يعني اللي هي تساوي الصفر. لا وين يا بادروا دوان يا سور فاكتوراسيون، ثم الناس أعطيناهم إعفاءات جمركية بالدينار الجزائري حولوها إلى دولار أو أورو يعني بالعملة الصعبة لأنه راحت مباشرة في فوترة مبالغ فيها. هذه الأولى. ثانيا لما تمد إعفاءات جمركية وزيد إعفاءات جبائية وشبه احتكار، هنا راك من المفروض عطيت لهذا الناس كل الامكانيات باش الاسعار نتاعهم ماشي تتراجع برك في السوق. الاسعار نتاعهم المفروض تنزل الى يعني الى ادنى مستويات. فاهميني كيفاش نهار الناس هذه تمتعت باعفاءات جمركيه غير محسوبه العواقب وعفاءات جمركيه شامله وحتى من عند صناديق النظام الاجتماعي ولا من عند الانام حتى يعني بعض الاعفاءات فيما يخص الاشتراكات الاجتماعيه تاع العمال وزدنا لهم يعني كما يقولوا الكور سوري سور لو غاتو بعض الاجور مدفوعه النصف تاعها من طرف صناديق الضمان الاجتماعي الجزائري. وهذا ولقينا أن السيارات نتاعهم راحت يعني طلعت أسعار إلى أقصى الحدود. السيارة اللي كانت تتباع تي تي سي ب 120 130 مليون في عهد يعني المتاجرين اللي ما عندهم حتى إعفاء ولات تتباع ب 220
هو يقول لك يعني سعر الدينار انخفض، ولكن المقاربة هذه تاع سعر الدينار اللي انخفض نقولوا من 82 دينار دولار إلى 110 ولا 120 من بعد، تغلبنا عليها من المفروض بالإعفاءات الجمركية ولا لا؟ أكيد ما موست دون ميزان نيفو، فهمني المية مليون هذيك اللي ديتها زيادة منين خرجت؟ وين تفهمي أنه هذا الناس كان عندهم يعني الحبل على الجرار كما قال يدير واش يحب؟ الحقنا وين الناس يقول لك نعطيك يعني تخفيض 40 مليون تخفيض 50 مليون؟ ما كانش في العالم إنسان يخفض 20-30% من السعر لو كان ما كانش مبالغ في الهامش نتاعو. الحقنا وين سمعت أنا أحد المصنعين بين قوسين وين قال لك بالرغم من أن الدولة الجزائرية عودت رجعت رسم على القيمة المضافة على السيارات يعني على مبيعات السيارات لأنه كان عفاهم حتى من هذه يعني وهذا غير قانوني يعني ما كانش حتى مدرج يعني في قوانين المالية ولو أدرجتها في 2019 الشركة نتاعنا مستعدة تخلص التيفية في عوض الزبون. أعطيني سابقة واحدة في العالم وين التيفية يخلصها البائع التيفية يخلصها الزبون وكيعاد اليوم راك مستعدة تخلصها في بلاستيك. العام اللي فات وين كنت تديرها يعني كنت تديها انت كثير من علامات الاستفهام تطرح اكثر من علامات الاستفهام يعني علامات تعجب سي دي بوينت اكسكلاماسيون. تحدثنا عن سوق السيارات ومنطق الذي كان سائد في الاقتصاد والذي لا يمت بصلة إلى المنطق الاقتصادي. سيد الوزير أعلنت مؤخرا أن نسبة المساهمة الأجنبية قد تصل إلى 100% في المشاريع الصناعية، هل هذا يعني عمليا الإعلان عن تخلي الجزائر نهائيا عن قاعدة 51-49؟ أولا هذه القاعدة وبعض القواعد المدرجة في القوانين المالية الأخيرة يعني بعد 2009 بعد أزمة 2008 في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 راح الجماعة راحين يرجعوها يعني كنصوص مقدسة للدولة الجزائرية كأنه يعني من عهد الأمير عبد القادر ولا من عهد ماسينيسا والقوانين موجودة وإحنا راحين نتحداو يعني منطق طبيعة. وفي حقيقة الأمر قوانين يعني مدرجة بطريقة يعني أحادية نقدر نقول عشوائية وارتجالية ولأهداف عكس ما روج له، لأنه إحنا نشوف أهداف المروج لها أصلا ونشوف النتائج. وإحنا ذاك الوقت تكلمنا يعني أنا نتكلم كمواطن يعني جزائري ذاك الوقت كلمت أنه هذه النتائج اللي رانا نشوفه فيهم اليوم هي الأهداف الحقيقية وهي النتائج المستقبلية ورانا لحقنا اليوم ما نقدروش نقول الحمد لله لأنه مع الأسف كان من المفروض ما نلحقوش ليهم. اليوم هذا القوانين كان الناس اللي عوض يفهمونا على أي أساس وضعت ولا ويرجعوها من المقدسات يعني مساس بثوابت الأمة هذه ما يشتوابت الأمة. دون الدارة 51-49 على أساس أنه قال لك السوبرانتي إيكونوميك السيادة الاقتصادية كأنه هذاك الوقت كانوا المستثمرين يتزاحمون على أبواب الجزائر، وهي كانت العشر سنين اللي فاتت الناس اللي كانت تسير في الاقتصاد ظهرت وجهة للجزائر أنها سوق استهلاكية وحثوا الناس كل على بيع أي منتوج نتاعهم هنا في الجزائر، كانت بريمون الكونسوميريزم لا سور كونسوماسيون. من بعد كي شافوا أنه كاين فيه الناس باغية تستثمر خاصة يعني الازياتيك بزاف عبوا يستثمروا حقيقة في الجزائر واش خرجوا بحكاية هذه 51-49 اللي هي تنفر أي مستثمر حقيقي ومستعد يستثمر في الجزائر وباه يجي، لأنه ما كاش واحد يخليك يعني تتحكم في استثمار هو عنده فيه أكثر من رؤوس الأموال عنده ليبروفي الشركات العالمية الكبرى ولا عندها دي ليسونس ليبروفي ولا ما قدرش يجي هنا ويغامر بها ويقول لك ندير لك نسبة إدماج وندخل ليبروفي نتاوعي وانت تسير. ثانيا يعني باش تروح تدخل ب 51 يعني 49 انت تكون عندك الأغلبية في الأسهم إذا ما تكون عندك نفس الكفاءات ولا الإمكانيات في أي ما في مجال ما مع الشريك الأجنبي. أنا لاحظنا أنه الشراكة المحلية اللي اقترحوها على الشريك الأجنبي نتحداهم يعطيوني الكفاءة نتاعها ولا حتى رؤوس الأموال اللي دخلت بها، يعني استعملوا هذه القاعدة باش يفرضوا شراكات وهمية وشراكات مرتجلة على ناس اللي يحبوا يدخلوا يستثمروا في الجزائر. من ثم حتى كبريات الشركات العالمية ما قبلتش تدخل بهذا المنطق ولو دخلت معهم ولكن منطق يعني مشبوه
اليوم يقول لك قاعدة 51-49 فيما يخص الخواص. أغلب الشركات كما في الدومين أوتوموبيل هذا ولا حتى في الإلكتروميناجي الإلكترونيك شركات وهمية المخير فيهم اللي داخل ب5% كان ما وش داخل أصلا إني با دون لي ستاتيو ما وش داخل في لي ستاتيو خلاص. هذا وقفت عليه في خلال دراسة الملفات. هذا وقفت عليه في 2017 هذاك الوقت لأنه كان فيه يعني بروجيت كايد شارج في 2017 كان المفروض يغلق هذه المغامرات. ولكن من بعد كي راح الرئيس عبد المجيد تبوني كان هذاك الوقت وزير أول الجماعة اللي جات وراه عودت رجعت المياه إلى مجاريها غير طبيعية مش طبيعية يعني الكارثة الأصلية. ولكن خلوا بعض المواد اللي تحموا بها يعني هذاك الوقت احنا هذا في هذا الإطار قلنا 51-49 ما هوش منطق أن فري كونستركتور أوتوموبيل ما يدخلش معك بشراكة بهذا النوع ما يعطيكش لا ماجوريتي وزيد من فوق ما يعطيكش الماجوريتي الانسان مجهول يعني انتم مع الالغاء التام لهذه القاعده مع الالغاء التام لهذه القاعده لانه كاين دي سيكتور استراتيجيك اللي من المفروض ما فيه شراكه اصلا اللي كان حتى في السبعينات الناس كانت تديرها كي نحتاجوا يعني اجانب يكونوا معنا سي دي كوبيرون تكنيك ولا دي لا كوبيراسيون انتر غوفرنمونتال يعني التعاون بين الدول ولكن ما كانش فيه دخول راس مال اجنبي وهذيك القطاعات الاستراتيجيه ضئيله جدا اليوم. اليوم رانا في القرن 21 خارج يعني بعض يعني صناعات راح مباشره للدفاع الوطني ولا بعض الاستثمارات العمومية في مجالات استراتيجية كما يقولوا السكك الحديدية لوريزو إلكتريك يعني شبكة نقل الكهرباء هذو نقدروا نعتبروهم استراتيجيين ولكن حاجة أخرى في جميع الصناعات ماشي فعلها نفرض على واحد. أنتم الآن سيد الوزير أمام تصحيح المسارات وستكون لكم محاسبة تاريخية أكيد والمواطن يتطلع إلى اقتصاد حقيقي ويتطلع إلى خلق مناصب شغل. ما هي الانطلاقه التي ستبداون بها؟ اولا فيما يخص يعني خلق مناصب الشغل احنا نطلع الى خلق مناصب شغل قابله للديمومه والانتاجيه لانه الانتاجيه هي سر الديمومه في مناصب الشغل سي دي زومبلوا برودكتيف بيغان لانه لو كان ندخلوا في المنطق هذا نتاع بعض المستثمرين اللي يحسب لك مناصب الشغل كانها مزيه يعني دايرها على المجتمع ويطلب لك مزايا اللي قادر لو كان تجملها كامل تقدر تخلق بها 20 منصب شغل اكثر 20 مره اكثر من الشيء اللي يقترحه هو. يعني واحد اللي يقول لك اعطيني 200 مليون دولار دو كريدي سور ان فون انفستيسمون نخدم لك 600 ولا 2000 واحد هذه مهزله يعني لو كان نفرق لهم هذيك 200 مليون دولار يعيشوا بهم 10 سنين بلا بيك انت يعني نمدهم لك ليك في استثمار وهمي. احنا اون فو كريي دي زومبلوا داكور ولكن اون فو كريي دي انفستيسمون سيريو اللي عندهم يعني لا كاباسيتي دو ريزيليونس غدوه مهما كان الحال حتى يدخلوا في السوق الدوليه. وفي هذه اذا خاص القطاع العمومي نشوفوا وراهم لي سيكتور لي فيليير والوحدات اللي قابله يعني الاستمراريه وقابله لاعاده البعث هذيك يقف عليها يعني تقف عليها الحكومه مباشره سي لي كابيتو بيبليك مارشون. اما فيما يخص القطاع الخاص احنا نهيئوا المناخ القانوني والشفاف يعني والموضوعي اللي يخلي مستثمر جدي يلقى روحه الداخل ومستثمر غير جدي ما يقدرش يدخل الداخل يعني سون كاسترو با دون سو ديسبوزيتيف. يفهم كلامك سيد الوزير انه الدوله بعد الان مش حتمد قروض نحو المستثمرين الخواص تهيئ لك كل المناخ استثمر والدوله ستتدخل في استثمارتها من جانب سياسة اخر وهذا هو المنطق السليم. القروض من المفروض هذه البنوك هي اللي تمد القروض والاشكال انه البنوك العموميه هي تمثل يعني 90% تقريبا 95% من المعاملات البنكية في الجزائر. ولما نقول بنوك عمومية فيهم لا توتال التوتال اللي استغلت يعني بطريقة غير موضوعية وحتى بطريقة يعني نقدر نقوله غير قانونية في الماضي والماضي القريب وحتى الماضي البعيد. إن لحقنا أنه بنوك عمومية عندها أوامر مباشرة من عند هيئات
سياديه ولا هيئات عموميه قال سلف هذا ما سلفش هذاك بملفات يعني وهميه. ولكن ما نقولوا الدوله ما تمش قروض، من المفروض الدوله عمرها ما مدت قروض، لانه بنك ولو كان عمومي هو في حقيقه مؤسسه تجاريه، ولو كان جات الدوله اللي تمد قروض كان المدراء نتاع البنوك ما يتحاسبوش على اساس القروض اللي مدوها يعني تحت تعليمات. لا انت راك عندك راك كاين بريزيدون دان كونسيل دادمينستراسيون، كاين بي دي جي نتاع بنك، وكاين داخل البنك عمومي تكون دراسه جدوى للمشروع. دون بنك بيبليك تلقاي توت لي ستركتور دون بنك اوردينار، يعني فيها كل المديريات وكل يعني المصالح نتاع اي بنك في العالم. من المفروض سا فونكسيون لا ميم مانيير ولا تتمشى بنفس طريقه البنك يعني عمومي ولا راس المال اللي عمومي. ولكن احنا تجاوزنا راس المال ودخلنا عبر هذاك راس المال العمومي في ضغوطات يعني من سلطات، ودخلنا حتى في متاهات حتى داخل البنوك. اليوم ما نقدروش نقولوا الدوله ما تسلفش، البنك تسلف، البنوك في العالم وكل مخدومين عايشين بالكريدي، اون بنك سون كريدي اكزيستو با. ولكن الشفافيه يعني في النصوص في القوانين، وكي نقول الشفافيه بالتدقيق دون في ان تكست، ما تقوليش النصوص التنظيميه ستاتي من بعد ولا سيحدد هذا بمرسوم كذا. لا، قانون شفاف وواضح، لي بونك ازوبيس وكود دو كوميرس. من المفروض هذا هو اللي يحدد يعني المسؤوليات نتاعهم. دونك الفون بريتي مي الفون بريتي و دوسيي سيريو، مش انا اللي نقولوا موراه الدوسيي سيريو. لو فات كي يدخل اي هيئه يعني خارج البنك داخل يعني سياده البنك هذاك في حد ذاته في اتخاذ القرار، هو في حد ذاته يعني سيتان اكت اونتي ايكونوميك، يعني شيء منافي للاقتصاد. بالحديث عن الأفعال المنافية للاقتصاد، بالنسبة لحق الشفعة سيد الوزير، هل ستستمر الجزائر في اتباعه بنفس الشروط أم هناك تغيير في طرق استعمال هذا الحق؟ أي لن يصبح اللجوء إليه بصورة تلقائية. هذا حق الشفعة يدخل يعني في نفس منطق يعني 51-49، لأنه حتى في عدته هو من منتجات المادة هذه نتاع 51-49 ومن شروطها، لأنه كي تكون عندك 51-49 ثم وين يصلح حق الشفعة. إلا قبلنا أنه من في المستقبل يكون أجنبي ب 100% وإحنا واش نشفعوا؟ نشفعوا الصفر اللي يبقى. اليوم نهار استحدثوا هذه المادة هذه، استحدثوا على أساس يعني ملف او ملفين يهموا جهه خاصه هكا، سيتي بوكو بليس دون ان كادر كونجونكتورال، يعني نصوص مستحدثه ومرتجله لمعالجه ملفين. ملف جيزي كان ملف جيزي وملف وراسكوم هذيك مع لافارج، وهما هذاك الوقت يعني في اطار الخوصصه راحوا يزون برادي يعني باعوا بثمن زهيد، يعني باعوا دي سيمون ريبوبليك يعني اصول عموميه بثمن زهيد. السيد اللي شراهم راح عاود لهم البيع بثمن يعني بثمنهم في السوق العالمي. يعني الناس قال لك كيف هذا الانسان هذا ما احترمش يعني حتى الضيافه وخدعنا وكذا. يا اخي الانسان هذا لقاك انت ما تعرفش تبيع. من المفروض يعني المذنب في حق الجزائر اللي باع اصول يعني بثمن بخس، اصول جزائريه بثمن بخس وما راعاش يعني القيمه نتاعهم الحقيقيه في السوق، اللي عاود باعهم ودار بهم افير على اقصى تقدير كنا قادرين من المفروض نديروا له يعني جبايه يعني ونوري امبوزي اون تاكس سبيسيفيك ولا كش ما نلقاو له كش خربه. ولكن ما قدروش يلغيو حتى حكايه لافارج هذيك داروها من بعد. ومن بعد صرات الاشكال تاع جيزي، اشكال تاع جيزي هذاك راه ما فهمش المنطقه نتاعو اصلا. لما كان هذا المتعامل بالضبط هو، لانه هو النهار الاول كان دخل بطريقه عجيبه وخرج بطريقه اعجب. وما احنا العمليات الاقتصاديه في العشرين سنه هذو كل لا تراعي الاقتصاد بالمفهوم يعني الانساني والدولي. المهم اليوم عندنا تقريبا اكثر من 100 ملف نتاع لابريومسيون هذه، ما كانش واحد فيهم يعني وين الدوله شرات حاجه ولا يستعمل هذا الماده وهذا الملفات باش نعطلوا مصالح الناس خارج اطار القانون. لانه حق الشفعه اللي كان مدون يعني في النصوص الجزائريه القديمه، حق الشفعه هذه مكفول يعني دوليا من عهد ادم عليه السلام. ولكن الشفعه للاقرب
والأقرب هو جنرال الشريك. الشريك المباشر. أما فيما يخص الدولة كان حق الشفعة للخزينة العمومية لما تشوف أنه كان صفقة وين الشركاء هذوك كشغل خفضوا في السعر لمغالطة الخزينة. لأنه تم تحوير منطق مفهوم الشفعاء أنه عنده علاقة بالسيادة الوطنية. هو ما عندوش وين كي عاد السيادة يعني هذه راهي نقصوا منها. احنا لو كان نلغيو حق الشفعاء احنا واش راحين نشفعونا شفعوا شي اللي باعوه جماعة من قبل. أنت مع إلغاء حق الشفعاء؟ أين كانت السيادة لما يعني فرضتم في هذا الأصول اللي راكم طالبين تشبعوا فيها اليوم؟ لأنه هذا الأصول أنت أجنبي ولا لا؟ أكيد. وش لحقها عند الأجنبي؟ ولا منطق السيادة هذا ظهر في 2009 يعني على حسب واش فهمت احنا من 62 ما كناش فاهمين السيادة إلا إن جاء القوم هذا. وإلا تكلمنا على السيادة في إطار حق الشفعاء، لماذا الملفات المطروحة في حق الشفعاء إلى يومنا هذا ما كانش واحد فيهم أوصل إلى مآله الطبيعي النهائي؟ ما عنديش ملف واحد، ملف ما كانش واحد وين الدولة يعني وصلت وين تجسد حق الشفعة. وكان حتى ملفات يعني نقدر نقول لك تهريجية. كيف ستتعاملون مع هذه الملفات؟ إنسان إحنا سنغير هذا المنظومة القانونية الموبوءة هذه من بعد الملفات ولمن تحصيل حاصل. هناك جملة من القوانين ستقترحونها حقيقة يعني الحكومة في حد ذاتها تقترح يعني في قانون خطط عمل الحكومة يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد في قانون المالية التكميلي. هذا كل ما يعني لغمة في قانون المالية التكميلي 2009 2010 و2016 سيتم تصحيحه في قانون المالية القادم. ما عندناش خيار واحد آخر، مثل يعني مثل هذا حق الشفاعة 51-49 بعض المواد اللي كانت تفرض حتى على المستثمر الأجنبي أنه ما يجيبش الأموال تاعه، ممنوع عليه يجيب الأموال تاعه، يعني يدخل كما نقولوا شو الزاوية يدخل برك يجيب اسمه. هذا كل كان يعني ما كان نسرد كل النصوص الملغمة في كل قوانين مالية سيتم تصحيحها في قانون المالية التكميلي سنة 2020. الحقوق يعني نعطات ضمنيا لمجلس الاستثماري أنه يتجاوز صلاحيات تاعه بتلميح أنه من حقه أن يعطي امتيازات يعني خارج الإطار العادي لبعض الصناعات الناشئة. هذا كل راح يندرجوا في التصحيح في القانون المالية التكميلي ومع بعض الإصلاحات اللي يديروها بعض القطاعات أخرين من الزملاء في التجارة في المالية والله، لأنه قد نقول المنظومة كاملة بوبوءة ورغم عندنا احنا يا أفواج عمل اللي راهم في كل وزارة يحدوا ما هي النصوص والنقاط اللي يلزم تتلغى باش نعودوا لاقتصاد يخدم بالمعايير العالمية اللي هي في حقيقة معايير طبيعية حتى أجدادنا كانوا يخدموا بها. مع الوزير خبراء الاقتصاد وأنت خبير اقتصادي بامتياز يطرحون أنه لا يمكن إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي ما لم يتم تطهير السوق المالية. ما يسمى بتطهير السوق المالية يعني السوق السوداء الموازية السكوار هذه العملة يعني السوق هذه هي من تحصيل حاصل فرضت نفسها بنفسها، ولكن هي في الحقيقة السوق غير طبيعية وغير قانونية. كل نصوص الدولة الجزائرية كل نصوص القانونية تمنع التعامل في هذا السوق مع هذا السوق وداخل وخارج هذا السوق يعني بما بمقارب، ولكن بفعل فاعل هي موجودة. إلغاء هذا السوق هذا يلزم تلغي له الزبائن نتاعو، والزبائن نتاعو هما راحين يتروحوا من المواطن العادي إلى حتى الرجل الأعمال اللي يحب يهرب الأموال إلى حتى المجرم اللي يحب يبيض أموال، يعني ياتون فون للدور في السوق هذا. هذا الزبائن يعني المواطن العادي اللي محتاج إلى مبلغ ما من العملة صعبة مبلغ معقول من المرور هذاك هو اللي نسبقوا به يعني تنحيه من السوق هذه تعطيله يعني نالوكاسيون ريزونابل اللي على حساب يعني المداخل نتاعو المصرح بها. أنه ما يمش معقول ثاني واحد يصرح بثلاثين مليون مدخول سنويا ويجي يقول لك بدلهم لي كامل وكشغل ما كلاش العام كامل.
الناس اللي يتعاملوا يعني بول بلانشيمون هذاك كي يبقى وحده كي ما يكونش المجتمع كامل مفروض عليه يروح للسوق هذاك يبان يعني تعود سوق مخدومة خصيصا للناس اللي تعمل في معاملات مشبوهة ثم تظهر. وعندك ثاني المبالغة في الفوترة هذه لا سور فاكتوراسيون كي فورني ليسونسييل دي فون اللي راهم يروحوا لهذا السوق الغير قانونية. هذه لا سور فاكتوراسيون محدتها الإعفاءات الجمركية اللي تكلمنا عليهم. وين كاين إعفاء جمركي؟ كاين شبهة لأنه الناس ولا تتقلب على النيش هادو نتاع الإعفاءات الجمركية باش هذاك لو ديفيرونسييل دو شونج تاع 60% بين السوق الرسمية والسوق الموازية تربحوا في الموانئ لأنه ما عندوش ديوان. يعني إرساء قواعد الشفافية هي التي ستؤدي إلى زوال هذه السوق الموازية. لما تعود عندنا جمرة كحقيقية أنا حضرت في التسعينيات لما كان عندنا الرسوم الجمركية نتاعنا حتى مبالغ فيها كان بعض المواد الاستهلاكية اللي لحقت 92% في 96 في 97 القهوة 92%. الناس وش كانت تدير؟ الناس كانت تدير لا سو فاكتوراسيون مش لا سور فاكتوراسيون. الناس كانت تنقص في الفوتير عليه ما يدفعش الجمارك نتاعو. حتى نلقينا روحتنا بالإعفاءات لقينا روحنا نديرو في لا سور فاكتوراسيون خاصة يعني مواد دوريجين أوروبيان لأنو لي دروات تاعنا معاهم ولاو تقريبا شبه الصفر. سيد الوزير لم يبقى لنا الوقت كثير وبقي في حوزتي ثلاث أسئلة مهمة بالنسبة لتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط. ما هي الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الشأن؟ الإجراءات الجديدة المتخذة في هذا الشأن هي توضيح لهيئة المكلفة يعني بتوزيع العقار الصناعي ليس كخالق للثروة ولكن كأداة لخالقي الثروة. لأنه لحد الآن لما تتميعت الحالة كان هيئات كثيرة يعني بما فيه شركات تابعة لقطاع الصناعة يعني لتسير مناطق صناعية. كان جروب عندي سير بعض المناطق الولات عندهم صلاحيات يعني نعتبرها مبالغ فيها لاني راف كيف كيف ومن بعد فيها تشابه. ولما يكون تداخل الصلاحيات يكون فيه تداخل المصالح وتداخل المسؤوليات ومن بعد كل واحد المسؤوليات موها. احنا نخلقوا هيئه مركزيه ولكن هيئه مركزيه ما تسير مناطق ما عندهاش هيئه مركزيه لمتابعه ولكن نفس الهيئه المركزيه وتكون شركه يعني ذات اسهم استراتيجيه نيبيكا وعندها دي سوب ديفيزيون ريجيونال يعني عندها دي فيليال هذوك يسيروا العقار الصناعي بمقتضى يعني المصلحه اولا فيما يخص دراسه الملفات ولكن بمقتضى المردوديه الاقتصاديه فيما يخص مردوديه النشاط هذا ولكن فيما يخص مردوديه القطعه. لانه اليوم الحقنا وين الناس تفكر انه عندي قطعه ارض صناعيه راني وليت مصنع القطعه اللي تخلق المصنع ومش المصنع اللي يروح يبحث على القطعه. حتى ولات الناس كل تشتكي يقول لك انا عندي مشروع ما عنديش قطعه وناس عندها قطعه ما عندهاش مشاريع والمشروع نتاعهم هو المضاربه في القطعه هذيك. حنا نصفيو اولا الصلاحيات اون لي كونسونطرون سور اون سول انتيتي ا كاركتير ايكونوميك. من بعد هذيك لونتيتي هذيك افيك سي سوب ديفيزيون ريجيونال ال ديسين ال كونسوا دي زون اندستريال اللي راهم درك واللي راحين يكونوا باسكو في المستقبل كان جلب الاستثمارات اونورا دي زون دي زون كبار شوفهم على اساس انهم هي في هما في حدتهم استثمارات اكيد استثمارات يلزم يكون عندهم مردوديه اكيد. بالنسبه لقطاع المناجم هل هناك اراده سياسيه لتفعيل هذا القطاع وما هي الاقتراحات في هذه المساله؟ أولا إرادة سياسية يعني كانت حتى في عهد الجماعة اللي نتكلموا عليهم كانت إرادة يعني في تفعيل القطاع ولكن فيها تعطيلات وكذا. أول مشروع اللي هو قيد مش قيد الدراسة في الدراسات النهائية وكان فيه شركاء مستعدين يدخلوا يعني مباشرة بعد الدراسات جبل العنق الفوسفات لأنه فوسفات. يعني مشروع كبير وفيه مردودية أولا مالية واقتصادية على البلاد وفيه مردودية فيما يخص هيكلة الصناعات التصنيعية في الجزائر لأنه عندنا الشريك الصيني الآن فيه الآن فيه الشريك الصيني وما زال لحد الآن الشريك الصيني وراه متحمس من هذا المشروع ولكن في المستقبل نكملوا احنا المحادثات مع الشريك الصيني واذا كان يعني فيها تطرحوا مناقصه دوليه تطرحوش مناقصه لانه رانا دخلنا خلاص مع الشريك الصيني ولكن نديروا نكملوا لابيل مانيفيستاسيون دانتيري الا شفنا انه مع الشريك الصيني ما الوتيره ما تساعدناش يعني با افونسي تري رابيدمون
ولو أنه الطرف الصيني لمح سياسيا وقال أنه مستعد يدخل. ولكن في الاقتصاد هل هناك أجل متى يرى النور هذا المشروع؟ في الاقتصاد ديكلاراسيون بوليتيك فالس الكالمار من المفروض الدراسة الأولية دارت من قبل يعني, وحتى بعض الاستثمارات بعض التهيئة في المنطقة هذيك في جبل عنق حتى إلى بعض الولايات اللي فيهم لزنستالاسيون سيكوندير. الطرف الجزائري وفى اللي عليه, كي وفى اللي عليه ما راهوش يعني مرتبط بشريك أو آخر. Ce qu'on devait investir, on l'a fait. C'est aux autres maintenant de s'avancer ou bien on avance. يعني. بالآخر سؤال في أقل من 30 ثانية معالي الوزير, بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار كان يعاب عليه في السابق عدم الشفافية في منح التحفيزات والإعفاءات, هل هناك نية في إعادة النظر في طرق تسيير هذا المجلس؟ من المفروض هذا المجلس ما يمدش لا إعفاءات لا تحفيزات, ما يتدخلش مباشرة في هذا المتاهات اللي هي من صلب القانون أولا ومن من مهام الوكالة الوطنية للاستثمار يعني لوندي. هو دخل بطريقة غير قانونية لما كان يمنح امتيازات اسمية يعني لمشاريع ما ويرفض على مشاريع ما, هذا كل دار خارج القانون. دونك إعادة النظر في الصلاحيات اللي أعطاها لنفسه هذا المجلس واللي أعطتها له ثاني بعض النصوص التنظيمية كيما لي ديكرو إكزيكوتيف ولا أنا راني داير فوج عامل راهو حاكم لي ريزوليسيون تاع السي ان هذا من نهار خلق وحدة بوحدة نصيدوا الداخل كل التجاوزات القانونية والتنظيمية باش نشوفوا إعادة مجلس الوطني للاستثمار إلى مهمته الأصلية اللي هي رسم سياسات الدولة في الاستثمار. وإذا شفنا أنه حتى في هذه المهمة ما يصلحش يقدر يتلغى أصلا, يتلغى أصلا. لأنه عندنا الكناس هذاك المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كان عنده في عدات الدول كان عنده داخل يعني في الهياكل نتاعو اللي كان قادر يساعدنا على رسم سياسات الدولة. لما لغينا المهام تاع الكناس اللي دخلنا السياني يعني في عضو, والمفروض هذاك المجلس بصفة عامة هو اللي يرسم سياسة الدولة بمشاركة مع الحكومة. شكرا جزيلا لك معالي الوزير الصناعة والمناجم سيد فرحات أيس عليك على كل هذه الإيضاحات, ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم النبيلة. الله يبارك فيك. شكرا.